قد كست علياءه قد كست علياءه أم القرى عزة تحمي حماها أبدا حيث لا يدنوه من لم يحرم. أهواك يا خير الورى بعد النبي ألا تراني كم في هواك معذب أنا يا علي وكم أعاني لي في هواك شواهد كثر أيكفي شاهداني بغضي عدوك واحد وهواي من يهواك ثاني. غذيت حبك يا فعن وأبي وأمي غذياني وعلى ولائك ناشئا فهما اللذان ربياني. لك يا علي مناقب كالشمس أوضح من عياني بك أكمل الدين الحنيف وأنت قسام الجنان. كم غزوة لك خضتها وكتبت نصرك بالسنان منها النظير وخيبر وبها استقال الصاحبان رجعا بخيبة عاجزين والخوف من وصف الجبان. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني. لعلي وبنيه منزل عند أهل العقل سام لا ينال خصه الرحمن من ألطافه بصفات هي ينبوع الكمال فهو نفس المصطفى دون الورى وهو صهر ووصي وهو آل وأبو السبطين غلاب العدا وأخ للمصطفى من ذي الجلال. قيل لي قل في علي مدحا ذكرها يخمد نارا موصدا قلت لا أجرؤ في مدح امرئ حار ذو اللب إلى أن عبده والنبي المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما صعده وضع الله على ظهري يدا فأحس القلب أن قد برده وعلي واضع أقدامه في مكان وضع الله يده. إذا شئت النجاة بيوم حشر فوالي في الورى أبا الحسين فلو أن امرئا ما شاء صلى مجدا ناسكا طول السنين وقام الليل في غلس يناجي إله العرش يبكي بالرنين
وصام الدهر حتى صار شنا وزكى المال من ذهب ثمين وحج البيت من فرض ونفل وزار رسول رب العالمين فلا ينفعه هذا الجهد إلا بحب المرتضى أبي الحسين. ثاني على حب أمير المؤمنين. ثالث بأعلى أصواتكم. أسعد الله أيامكم ولياليكم وبارك لكم وفيكم بولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأعادكم الله على مثل هذه الليالي والأيام في خير وعافية ونصر معجل مؤزر يا أكرم الأكرمين. يقول علي عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يخاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالمكانة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، كان يكنفني فراشه ويشمني عرفه، ولقد كان يمضغ الشيء ثم يلقمني، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل عليه الوحي، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: هذا الشيطان وقد آيس من عبادته. يا علي، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي وإنك لعلى خير. كان مما أراده الله لعلي من الخير أن وفر له أسباب التكامل الإنساني منذ لحظاته الأولى، فما إن ولدت به أمه وخرجت من الكعبة استقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهنا كانت أول محط لعلي مع النبي، لم يفارقه قط، خصه بما لديه من العلم والمعرفة. ورسول الله كما تعلمون يقول عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الأدب، هذه الأخلاقيات، هذه المثل سقاها إلى علي صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره، فهو كما يقول: كان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. يقول ابن عباس: سألت أبي العباس بن عبد المطلب عن أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله أيهم أقرب إليه، فقال علي بن أبي طالب، فقلت: إنما سألتك عن أولاده وعلي هو ابن عمه. قال: يا بني،
ما رأينا أبا أشفق على ابنه من رسول الله على علي، وما رأينا ابنا أطوع لأبيه من علي لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما رأيناه فارق عليا قط إلا إذا كان في سفر خديجة. لاحظوا تلك الملازمة، تلك المواءمة أنتجت من علي صورة أخرى مكررة يعبر عنها في قرآن الله وفي كتابه: وأنفسنا وأنفسكم إن تميزهما بلفظ من اسمي لا تميزهما بحلم وعلمي فهما واحد كروح بجسمي إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها. وبقي يلازم النبي صلى الله عليه وآله وقد عبر عن ذلك بقوله: ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان إلى آخر كلامه. يعني أولى ساعات الوحي كان علي إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك التعبير عن كونه آمن قبل الناس بسبع سنوات هذا فيه تجوز، على اعتبار أننا نعتقد أن عليا وأبا طالب وعبد المطلب وغيرهم من أجداد رسول الله إنما كانوا على ملة إبراهيم، فإذا نقول أنه أسلم أو آمن إنما أعلن ذلك جهاراً ظهاراً أمام الملأ. ولذلك يوم أن أمر النبي صلى الله عليه وآله بأن ينذر عشيرته قال: يا علي أولم لنا وليمة، أولمها وجمع عشيرته إلى ذلك المجلس وقام خطيبا فيهم وقال: من منكم يؤمن بي فيكون خليفتي وقاضي ديني ومنجز عداتي؟ فتلكأ الجميع ولم يكن سوى صوت علي يجيبه. قال له: اجلس يا علي. ثم كرر الكلام مرة أخرى وثالثة ولم يكن سوى صوت علي يجيبه، فقال له: أنت أخي ووصي وقاضي ديني ومنجز عداتي. إذا كنا نسأل عن الدليل على إمامة علي وخلافته لرسول الله لننتظر يوم الغدير. منذ اللحظات الأولى ورسول الله يعلن ذلك جهارا وظهارا على الناس، بقي صلوات الله وسلامه عليه يدرأ عن رسول الله ويحميه حتى أنزل الله فيه وساما خصه به: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا علي أوتبات على فراشي؟ قال: أوتأمن وتسلم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا لا أبالي، وإذا بالله يباهي به ملائكة السماء ويقول: يا جبرائيل ويا ميكائيل، إني جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر وخيرتكما أيكما يؤثر الآخر بالبقاء، فأحب كل منكما البقاء لنفسه، ألا كنتما كحبيبي محمد. آخيت بينه وبين ابن عمه فبات على فراشه فاديا له بنفسه: اهبطا إلى الأرض واحرساه.
ورحمة الله على الحاج هاشم الكعبي الذي أرخ تلك اللحظات العظيمة لأمير المؤمنين، قال: ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك الترديد والتعديدا، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، فكفيت ليلته وقمت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا. نعم نطر نظر الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. نعم تلك اللحظات الأخيرة التي كانت لعلي في مكة، وبعدها المرحلة الثانية من حياة علي، مرحلة بناء الدولة مع النبي صلى الله عليه وآله. مضى رسول الله يجوب الصحراء حتى بلغ إلى المدينة، ومع ذلك لم يقبل أن يدخل إليها على الرغم من شوق أهلها إليه، إلا أنه بقي في قباء ينتظر عليا. بقي علي لأيام يقضي ديون النبي صلى الله عليه وآله ويدفع بتلك الأمانات التي استودعت عند رسول الله، ومضى يطوي الصحراء مع الفواطم الثلاث: فاطمة بنت الزبير، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. ورسول الله ينتظره هناك في قباء، ما إن نظر إليه وقد لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحته، حتى عانقه طويلا وبكى، ثم قال: يا علي، لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى، لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملأ من الناس إلا وأخذوا تراب رجليك وفضل طهورك ليستشفوا به، ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا وسام آخر يترقرق على صدر علي سلام الله عليه. وبدأت المرحلة الثانية ببناء المسجد وبناء الدولة عموما وتشكيل الجيش، وكان علي في تلك المواقف له النصيب الأوفى، لا يضاهيه في ذلك أحد ولا يساويه أحد. علي وما أدراك ما علي. في معركة بدر وقبل بدئها ينتظر علي صلوات الله وسلامه عليه مجموعة من الأوسنة، ومنها في ليلة بدر عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله الناس بأن يمضوا إلى بئر بدر من أجل أن يجمعوا من الماء ما يكفيهم في نهار ذلك اليوم، وتلكأ الجميع وقام علي صلوات الله وسلامه عليه ومضى إلى بئر بدر، نزل إلى تلك البئر، ونعم ملأ الدلو الذي كان في بيده، وما إن خرج من البئر حتى هبت ريح عاصفة أراقت الماء من يده، وفي الثانية كذلك، وفي الثالثة كذلك. أبطأ علي عن المجيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد أبطأ عنا علي، وإذا به يأتي بالماء. قال: يا علي، ما أبطأك عنا؟ قال: يا رسول الله، نزلت إلى بئر بدر، نعم، وملأت الإناء، ولكن ما إن خرجت منها حتى هبت رياح عاصفة
أراقت الماء من يدي، وفي الثانية كذلك، وفي الثالثة كذلك. فقال: يا علي، إن الريح الأولى لهي جبرائيل ومعه 1000 من الملائكة، وفي الثانية ميكائيل ومعه 1000 من الملائكة، وفي الثالثة إسرافيل ومعه 1000 من الملائكة، جاءوا للسلام عليك. ورحمة الله على السيد الحميري اللي أرخ هاي الكرامة لعلي. أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، أن علي بن أبي طالب على الهدى والحق مجبول، وأنه ذاك الإمام الذي له على الأمة تفضيل، يقول بالحق ويقضي به وليس تلهيه الأباطيل، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، ميكال في 1000، جبريل في 1000، ويتلوهم إسرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل. صلوا على الله. وما إن بدأت معركة بدر حتى كان لعلي من النصيب هكذا نصف قتل المشركين بسيف علي، والنصف الآخر بسيوف الملائكة الذين جاءوا من السماء لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي معركة بدر وبعد أن خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وانحازوا عن الجبل لجمع الغنائم، فجاء خالد بن الوليد من الخلف وأكال الناس ضربا وأكثر فيهم القتل حتى فر من فر. ولولا جهود علي وأبو دجانة ونسيبة المازنية وعدة وقلة قليلة من أصحاب رسول الله لما عاد النصر إلى كفة المسلمين. وفي يوم الأحزاب، هذا اليوم العظيم الذي يصوره لنا القرآن، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، دب الخوف في نفوس الناس، خصوصا بعد أن برز عمرو بن عبد ود العامري، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يقول: من لعمرو وقد ضمنت له على الله الجنة. فتقدم علي وكانت بينه وبين عمرو جولات وصولات، أنهاها علي بضربة على قرنه وعلى فخذه. أرخ رسول الله تلك الضربة وقال: ضربة علي لعمرو نعم تعادل عمل الثقلين إلى يوم القيامة. صلوا على محمد. وفي يوم خيبر، هذا اليوم الذي تألبت فيه اليهود واجتمعت وأرادت بذلك اليوم بعد أن تحصنت في حصونها أن تعجز المسلمين عن المواجهة، وبالفعل هذا ما كان في بداية المعركة. رسول الله كلما أرسل رجلا عاد بخيبة الأمل، حتى عاتب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس. معروف من أرسله النبي ورجع خائبا لم يحقق شيء، ولا أقولها أنا، وإنما أتركها لابن أبي الحديد المعتزلي
الذي يقول: وإن أنسى لا أنسى اللذين تقدما وفرهما والفر قد علما حوب وللراية العظمى وقد ذهبا بها ملابس ذل فوقها وجلابيب عذرتكما إن الحمام لمبغض وإن بقاء النفس للنفس محبوب. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا أبعثن بالراية رجلا نعم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يكتب الله على يديه النصر. وكان علي قد أصيب برمد في عينه فدعاه ووضع في عينه مريقه الشريف فبرئت نعم عين علي ومضى. يقول الحاج هاشم الكعبي أو الأزري رحمة الله عليه: وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها يوم قال النبي: إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها فدعا أين وارث الحلم والبأس مجير الأيام من بأساها أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها ومضى يطلب الصفوف كما تمشي خماص الحشا إلى مرعاها وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. ذلك اليوم الذي بقي في ذاكرة اليهود ما نسوه في يوم من الأيام حيث دك حصونهم وأطاح بجماجمهم. وما أحوجنا إلى علي في مثل هذه الأيام ليدك حصون اليهود وليكسر شوكتهم. وإذا لم يكن لعلي صلوات الله وسلامه عليه وجود فلفكره ولمدرسته ولأبنائه حضورهم. ولذلك من العجيب أن تكالب القوى على قوى المقاومة اليوم اصطفافات واضحة جدا من مع من ومن ضد من. عندما يكتشف في المعارك الأخيرة في سوريا في القصير تحديدا أن هناك جواسيس من إسرائيل وأن سلاحا يأتي من إسرائيل إلى هؤلاء المقاتلين الذين يدعون أنهم يطلبون حرية وكرامة وإنما هو تحالف مكشوف مع الصهاينة واليهود وليس لهم إلا أبناء علي وأبناء فاطمة وأبناء الحسن والحسين. وما أحوجنا إلى حضور أبناء علي في مثل هذه المواجهات ليدكوا حصون اليهود وهو يوم قريب إن شاء الله. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق من بني هاشم
إلى فريق عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين وصي النبي محمد صلى، وكانت حاملة بأمير المؤمنين لتسعة أشهر، وكان يوم التمام. قال: فوقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخذها الطلق، فرمت بطرفها نحو السماء وقالت: أي رب، إني مؤمنة بك وبما جاء به من عند رسلك وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه بنى بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك، إلا ما يسرت علي ولادتي. قال العباس بن عبد المطلب: فلما تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة والتصقت بإذن الله، فرمنا أن نفتح البيت ليصل إليها بعض نسائنا، فلم ينفتح الباب، فعلمنا أن ذلك من أمر الله تعالى. أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول محمد صلى. قال الراوي: ولما دخلت فاطمة في جوف الكعبة وهي في تلك الحال جلست فوق الرخامة الحمراء، وإذا هي بأربع نسوة يدخلن عليها، أما الأولى فأمنا حواء، وأما الثانية فمريم بنت عمران، وأما الثالثة فآسية بنت مزاحم، وأما الرابعة فهي أم نبي الله موسى بن عمران، وذلك ليلين منها ما تلي النساء من النساء عند الولادة. وكانت عليهن ثياب كهيئة الحرير الأبيض، ورائحتهن أطيب من المسك الأذفار، وبينما هي كذلك إذ ولدت بأمير المؤمنين أفضل الصلاة. علي ابن أبي طالب الحسن والحسين بين العابدين، صل عليهم أجمعين أفضل الصلاة. قالت: فمن صاحب الدين الحنيف أجب، فقلت: أحمد خير السادة الرسل. قالت: فمن بعده تصفي الولاء له؟ قلت: الوصي الذي أربى على زحلي. قالت: فمن بات من فوق الفراش فدا؟ فقلت: أثبت خلق الله في الوهل. قالت: فمن ذا الذي آخاه عن ثقة؟
فقلت من حاز رد الشمس في الطفل. قالت فمن زوج الزهراء فاطمة؟ فقلت أفضل من حاف ومنتعل. قالت فمن والد السبطين إذ فرعا؟ فقلت سابق أهل السبق في مهلي. قالت فمن فاز في بدر بمعجزها؟ فقلت أضرب خلق الله في القلل. قالت فمن أسد الأحزاب يفرسها؟ فقلت قاتل عمرو الضيغم البطل. قالت فيوم حنين من فرى وبرى؟ فقلت حاصد أهل الشرك في عجلي. قالت فمن ذا دعي للطير يأكله؟ فقلت أقرب مرضي ومنتحلي. قالت فمن تلوه يوم الكساء أجب؟ فقلت أفضل مكسو ومشتملي. قالت فمن ساد في يوم الغدير أبل؟ فقلت من كان للإسلام خير ولي. قالت ففي من أتى فيها الأتى أشر؟ فقلت أبذل أهل الأرض للنفلي. قالت فمن راكع زكى بخاتمه؟ فقلت أطعنهم مذ كان بالأسلي. قالت فمن ذا قسيم النار يسهمها؟ فقلت من رأيه أذكى من الشعلي. قالت فمن باهل الطهر النبي به؟ فقلت تاليه في حل ومرتحلي. قالت فمن شبه هارون لنعرفه؟ فقلت من لم يحل يوما ولم يزل. قالت فمن ذا قد غدا؟ قالت فمن ذا غدا باب المدينة قل؟ فقلت من سألوه وهو لم يسلي. قالت فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا؟ فقلت تفسيره في وقعة الجمل. قالت فمن حارب الأرجاس إذ قسطوا؟ فقلت صفين تبدي صفحة العمل. قالت فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا؟ فقلت معناه يوم النهروان جلي. قالت فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ فقلت من بيته في أشرف الحلل. قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ فقلت من لم يكن في الروع بالوجل. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت كل الذي قد قلت في رجلي. قالت فمن هو ذا الفرد سم لنا؟ فقلت ذاك أمير المؤمنين علي. تفوح أزهار فرحتنا ولا مال ولا مال، وقلبنا بحب علي ثابت ولا مال. بساعة لا ولد ينفع ولا مال، ينفعك حب علي حامل حمية. طفح جاس الهوى بحب بحبنا
وصحنا وصحنا وهتفنا بحب علي الليلة وصحنا يمتى المرقد نوصل وصحنا يا وننصب محفل ونفرح سويا اش كثر حسرات اش كثر حسرات من الشوق يا ريت يا ريت وعليه دموع فرحة وأمل يا ريت اللي جناح اللي جناح يا أبا الحسن اللي جناح يا أبا الحسن يا ريت وأنزل يم ضريحك هالمسيا يا من يا من يا من للعدل شخصك وجهنا وجهنا يا صبح بين البشر أبيض وجهنا مجدنا من شرف مجدك وجهنا من جاهك يا سيف الله ونبيه سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر هو كهفي مني وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر يا من قد أنكر من أيام أبي حسن ما لا ينكر إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الدر أنا ساووك بمن ناووك وهل ساووا نعلي قنبر من غيرك يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر يا من تكرم بالهداية إن كنت قد رمت الجباية يا ربنا خذ ما تشاء ودع لنا كنز الولاية فهي السبيل إلى النجاة إلى الصلاح إلى الهداية إذ ليس تنفعنا جبال التبر في ظلم الغواية كلا ولا جسم كجسم الفيل ما الأجسام غاية فإذا أردت تكرما فارفع إلى الإسلام راية فإذا أردت تكرما فارفع إلى البحرين راية أموالنا أولادنا أرواحنا تبقى حماية أفضل الصلاة الله يعودكم جميعا إن شاء الله الجمع الليلة لاستضافة الملبين لنداء العلماء على وجبة الغداء نتمنى المساهمة بسخاء الله يعودكم جميعا إن شاء الله وفي نهاية هذا المجلس نرفع الأيدي بضراعة إلى الله
وأمام باب أمير المؤمنين: يا أبا الحسن يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجي. اشفع لنا يا وجيها، اشفع لنا عند الله في قضاء حوائجنا وتيسير أمورنا وشفاء مرضانا ودواء جرحانا وفك قيد أسرانا ومعتقلينا يا الله. اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام في خير وعافية ونصر معجل مؤزر يا أكرم الأكرمين. إلى أرواح موتاكم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.